اهلا وسهلا فيكي بحلقتنا لليوم. اليوم عن شو بدنا نحكي؟ شو محضرتي لنا؟ اليوم بدنا نعطي شوي الفقره للشباب اكثر حتكون لا والله حقهم شوي ونشوف كيف بدهم يهتموا بحالهم وشو الاشياء اللي لازم يعملوها كل يوم لتكون بشرتهم وحياتهم اهين واحسن. شو الفرق بين بشره السيد وبشره الرجل؟ أول شيء لأنه الشاب عنده تستوستيرون أو الهرمون أندروجين أعلى من المرأة وهون هيدا الشيء بيخلي السكن تبعه أو بشرته تفرق كتير عن المرأة. أول شغلة في عنده شعر أكتر من المرأة وإفرازات الجلان تبعه للشعر هي أكتر من عند المرأة، مش هيك نحن نشوف أنه في عنده الدقن والشوارب وكل هيدا. الشغلة الثانية أنه في عنده كولاجين أكتر والكولاجين هيك ما بيخطروا بسرعة مزبوط مش هيك بضل الشباب دايما، بس هون لازم يزعلوا بس يعرفوا انه وقت يخطروا حيخطروا اكثر من المرأة لانه حيكون الاشياء اللي حتبين التجاعيد حتكون معلمة اكثر من عند المرأة. ليه؟ لانه الكولاجين بيوطى بطريقة اسرع شو كليبر يعني بيعمل فجأة بتوطى عندهم بلاس في عنده السيكاتريزاسيون، يعني اذا هو انجرح بطريقة البشرة تبعه بترجع بتزبط حالها أسرع من عند المرأة، مش هيك ما بنشوف كتير شباب عندهم حبوب كتير معلمة بوجهن قد ما بنشوف عند المرأة. في عندهم كمان الدم بيقطع أكتر بالوجه بنشوف أشخاص كتير عندهم أحمرار أكتر من عند المرأة لأنه هن فيهم في عندهم دم بيقطع بالوجه أكتر من العادة. فهول تقريبا الأشياء الأساسية اللي بتفرق بتخلي الفرق وبلس البشرة طبعا بتكون أسمك سميكي منحس أنه قد ما نحط كريمز قد ما يحطوا بيضلوا يحسوا أنه بشرتهم سميكي. نعم، بالنسبة لموضوع الحلاقة يلي هو بيكون موضوع حساس عند الرجال، ليش بس هن حساسين بهذا الموضوع؟ هي الحلاقة أول شيء بتشيل من البو اللي بتحمي البشرة تبع الرجل، فكل ما نحلق كل ما بشرته بتصير حساسة أكتر. وهون في كتير أشخاص ما بيعرفوا مظبوط كيف لازم تكون الحلاقة وشو هي الطريقة الأحسن. بسمع كتير شباب بيقولوا أنه من بعد الحلاقة بيطلع لهم كتير حبوب بيروحوا عند الدرماتو ليشوفوا شو السبب. في كتير أشخاص بيكونوا عم بيستعملوا الأساليب الغلط للحلاقة، فهون الكل لازم يعرف أنه عند الشباب الحلاقة بتكون باتجاه الشعرة مش عكس اتجاه الشعرة. يعني مش تحت وفوق بيرجعوا، هن مش هن بيقولوا بتنعم أكتر. مش مزبوط هيدا الشيء، لازم يروحوا بس باتجاه الشعرة ومش مفروض تقطع الشفرة أكتر من 3 مرات على نفس المطرح. أوكي. إذا بدنا نقطع أكتر من 3 مرات بتصير كتير البو حساسة، وإذا قطعنا عكس الشعرة بيصير في عنا الحبة اللي بتطلع فيه بقلب شعرة، فهون بيصير في عندهم مشاكل الحبوب الزايدة. وكثير بنشوف كنا من زمان انه وما بنعرف يمكن ليش انه اهالينا الكل كان بياتنا وجدودنا بيحلقوا الصبح بيوعوا وبيحلقوا. هذا الشيء له تفسير علمي انه مفروض الشخص يحلق وقتها بيكون منه اكل، لانه حركه الاكل بتخلي الدم يمشي بالدقن، وقت الدم بيمشي بيصير تفرز الشعرة مظبوط وفي في ريسك انه يروح حاله اكثر من انه اذا ما كان اكل. هون هاي خبريه جديده، الصبح افضل شيء انه الشخص يحلق. لا انا كنت بفتكر يعني لانه بيتحمموا بيحلقوا تضلوا فريش وبيظهروا. مظبوط، هي صار لها تفسير والله علمي مظبوط. ومثل ما قلتي انه بيتحمموا هذا الشيء المي السخنه بيطري البشره بتساعد انه يطري. هلا الاشخاص اللي ما بيقدروا يتحمموا دغري الصبح الافضل انه يحطوا جل ليهينوا حركه الحلاقه اللي بدهم يعملوها، ومن بعد اكيد لازم يروحوا على كريم من بعد الحلاقه. بس هون ننتبه انه بكل مره بدنا نستعمله لازم يكون ما في بقلبه الكول لا ما يعمل حساسيه او رياكسيون اريتاتيف على البرودوي اللي استعمله. لحتى ما ناذي البشره شو لازم نستعمل، الشفره ولا المكنه؟ المكنة بتخفف أذية البشرة بس بالنهاية بالشغلتين بالحالتين نحن عم نأذي البشرة، لأن عم نشيل عادة الشعر هو بيحمي، فنحن عم نشيل هيدا كوش. الشعر مظبوط اللي عم بيحمي، ونحن عم نشيله عم نشيل السليول اللي عادة بيحمي البشرة. بس أكيد للأشخاص اللي عندهم حساسية أو بيحسوا كتير بحسسوا على الشفرة مفضل يروحوا على الماشين الإلكتريك. ما في شك إنه الرجال صاروا عم يهتموا بحالهم كتير منيح مش شوي، ويمكن أكثر من النساء مرات. قد إيه كمان في رجال عم يتجهوا صوب البوتوكس والفيلينج، ومن أي عمر أنت بتنصحي يبلشوا؟
هلا بنشوف عن جد يوميا انه اكثر واكثر عن جد الاشخاص صاروا عم بيتقبلوا. قبل كنا ما بنتقبل الشاب، كانت مرفوضه الفكره كمجتمع ذكوري يعني. مزبوط، حتى في كثير شباب بعدنا بنحكي معهم لهلا ما بيتقبلوا الفكره. أوكي. بس عم نشوف انه صار 50% من الاشخاص اللي عم بيلجأوا لهي الموضوع هن شباب. وهذا الشيء منيح لانه مش غلط الشاب يهتم بحاله ان كان بالبوتوكس او بالفيلينج. هلا اكيد عمر البوتوكس والفيلينج لعند الشاب هو اكبر بكثير من عند المراه، لانه سبق وقلنا انه عند المراه اكثر من العشرين اذا صارت بحاجه للبوتوكس ببلش فيه. الشباب اكثر من 30 وعمر اكبر. هلا اكثريتهم بيلجأوا للبوتوكس، الفيلينج كثير قليل الاشخاص يلجأوا ليكبروا الخدود او الشفاف، فاكثريتهم بيروحوا على البوتوكس. واكيد هون بدنا ننتبه كيف بده ينعمل ليكون ناتورال اكثر، بس اكيد الشباب اللي بحسوا عم بيضايقهم فكره انه عندهم تجاعيد بوجههم مش غلط ابدا يروحوا لهذا الموضوع. والرجال يلي بيلجأوا للليزر كمان بهدف العلاج شو بتقولي لهم؟ للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالحلاقه كثير بنصحهم بالليزر، لانه كثير بهينوا على حياتهم، بهينوا المشاكل اللي بتجي من بعد الحلاقه، ببطل في عندهم برودوي يستعملوه كل يوم للاكنه اللي عم تطلع لهم، بما انه اصلا هي البو تبعهم بتطلع اكنه اكثر من العادي. فبنصح انه يروحوا يلجأوا للحلاقه للليزر. الاشخاص اللي كثير عندهم كمان شعر بيضايقهم فيهم يروحوا للليزر. وهون ننتبه انه قبل 4 لـ5 جلسات خاصه عند الشاب مش حنلاقي نتيجه منيحه. بياخذ وقت اكثر من السيده. جيزيل ما نشكر كثير كثير، ثانك يو على التبس اللي اعطيتينا اياه هون. وهلا ما نشوف خطيبه لمرايا كاري كيف بشرته. هلا مصريته كثير منيح لانه جاب لها لمبه ما جاب لها حجره.